عبير موسي عندها تصور تقول بلاد لا تنقذ إلا بالعودة إلى بن علي، رغم أنه الوضع اللي نعيشوه تو سيفري أسوأ من وضع بن علي، لكن المتسبب الرئيسي فيه هم اللي جاوا بعد بن علي زاد واتكوا. الوضع في عهد بن علي إذا كان باهي راهو ما عرضتش الناس الكرتوش. علاش عبير موسي كانت تستعمل كلمة المغدور مش الشهيد؟ من الأول لأنه ما تعترفش به كمناضل، معناها معركة خاضها ضده في ضدها في المحكمة لما تحل التجمع. كان هو من الناس اللي متبنين القضية، وفوزي بن مراد رفيقه يرحمه، دونك المعركة تاريخية. لكن اليوم واحد كي يحب يوصل يوسع دائرة المعركة مع طرف معين قاعد تتعارك مع النهضة ترى شنو يعتمد؟ يعتمد كل الحاجات اللي من شأنها تجلب له معناها التعاطف نتاع الناس ويغير حتى مواقفه. وهذه أمثلة كثيرة. أنا قلت لك على ظن حركة النهضة معناها ولا تقول أنا مدنية وأنا نحب ندر شنو ندر شنو هكا وسي نقفوا مش بالكلام. بس نورمال عندك تاريخ تعتمده وتعتمد المفاصل. التاريخ يخضع لمراجعات ويخضع ل شنو مراجعات؟ مراجعات انه الانسان يراجع روحه، حتى اليسار يراجع روحه مش كان الاسلامي يراجع روحه. اليسار يراجع روحه في اطار اعاده قراءه، هذا صحيح اللي تقول فيه ويلزم يكون. لكن اعطيني وين معناتها الخيارات النهضه ولا غيرها؟ الخيارات اللي اثرت على التوانسه، اتفاق الشراكه اللي عملوا بن علي واللي هتكنا والناس كل تحل بهذا، القمع نتاع الناس، تدخيل الناس الحبوسات، العذاب نتاع المناضلات. راضي النصراوي الله يفرج عليه التو تعاني من اللي صار، ما يجريبي واللي تحاصرت وعملت قديش المشكلة وتوفت مسكينه معناتها المشكله مريضة. أنا نقول لك حاجه سامحني خلي نكمل لك. اليوم تراه ايجا اقول بن علي اخطا في القمع، خلي تجي تقول بن علي اخطا في استشراع الفساد في عائلته، خلي تقول الخيارات كان غالطه. اليوم شنو هي المعركه اللي تقودها؟ النهضه خايبين والنهضه ندرش، هي معارك جانبيه لا تتعلق بالجوهر. ولكن عندها شعبيه كبيره اكثر منك 10 مرات يا سيدي 100 مره فويلي كل. حتى المرزوقي مثلا اللي مشى على روحه كان في الصداره، معناها في صبر الاراء مليون، الهاشمي الحمدي كان في الصداره، ما نعرفش شكون كان ظواهر يعني. انت قلت نسال فيك، انت استنتجت يا سيدي، موافقك على الاستنتاج.